بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع دار الإفتاء المصرية، متواصلون إن شاء الله دائما معكم. الآن نقدم للسادة المشاهدين مجموعة من الإجابات عن استفسارات يكثر السؤال عنها متعلقة بموضوع الحجاب. الاستفسار الأول وهو: ما هو الحجاب؟ الحقيقة موضوع الحجاب من الموضوعات الشائكة كثيرا ما يتناولها الناس بطريقة مغلوطة. الحجاب فرضه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة، ولأن الله سبحانه وتعالى فرضه على المرأة المسلمة فهو مثل الصلاة، مثل سائر التكاليف الشرعية التي يجب على المرأة المسلمة أن تمتثل إليها. الحجاب هو الوصف المتعلق به من الناحية الفقهية، هو ما يستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين. له شروط يجب أن تتوفر فيه، هذه الشروط استفدناها من السنة النبوية الشريفة. الأول الحجاب، ربنا سبحانه وتعالى فرضه وأنزل قرآنا بشأنه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وعندما تناولت السنة النبوية هذه الآيات تناولتها ووضحتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم في حديثه مع السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لكن إحنا عايزين نوسع دائرة البحث ونتكلم عن الحجاب بطريقة يعني أكثر شمولية. الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة ليس مجرد زي ترتديه المرأة المسلمة. الله سبحانه وتعالى لم يرد أبدا، وأعتقد هذا، لم يرد للمرأة المسلمة أن تكون أقل من قرينتها أو أقل من الأخريات، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يريد ارتقاء دائما من شأن الإنسان ذكرا كان أو أنثى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وبالتالي على المرأة المسلمة عندما تتعامل مع مسألة الحجاب تتعامل معها من هذا المنطلق، بهذا المعنى، بهذه الكيفية. حجاب المرأة المسلمة فرضه الله سبحانه وتعالى عليها حتى يعني يحيطها بمزيد من الصيانة، بمزيد من العفة، بمزيد من الإكرام، بمزيد من التقدير وهكذا. الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على المرأة المسلمة عند امتثالها لأمره والتزامها بالحجاب هي شروط في منتهى البساطة، وعند التدقيق فيها ستجد المرأة أن هذا لصالحها. أولا يشترط في هذا الحجاب أنه لا يصف الجسم، يعني لا يكون ضيقا بطريقة مؤذية، وضيقه يؤذي المرأة قبل أن يؤذي الآخر. ثانيا ألا يشف، لا بمعنى أنه لا يكون شفافا يظهر ما تحته. ثالثا كونه لا يكشف، يعني لا يظهر غير الوجه والكفين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.